ثانية حلوة حلوة برشا. المستوى تحس اللي فما معناتها بدلنا من مستوى الفن اللي استانسنا به إلى مدى ذوما وارتقينا في مستوى خير نتاع فن. سيتي سواري اكستراوردينير وإن شاء الله تعاود برشا مرات. عجبتني سهرية على الأخر حلوة طربية شيختنا وعايشونا أجواء مزيان لوج عليها. عملنا فقرات منوعة فيها المعزوف وفيها الغنائي والغنائي فيه الجماعي وفيه الفردي وفيه الشرقي وفيه التونسي وفيه ما يعرفوش الجماعة وفيه الملحن الجديد معناها ما يعرفوش لأنه مش متداول مش موجود. إن شاء الله يكون نال الرضا. العرض هذايا تعدى في ظروف حسنة جدا، الجمهور شيخ، سمعنا معناها الأغاني الكلاسيكية الحديثة، سمعنا الأغاني الكلاسيكية الشرقية والأغاني الكلاسيكية التونسية، بصراحة شيء يعمل الكيف. نتمنيه الجمهور يجي في العروض الجاية خاطر فما موسيقى بديلة، فما موسيقى جديدة ماهيش معهودة في ليالي رمضان. نتصور الجمهور كيفاش يجي باش يتفاجأ برشا عروض من خلال ليالي الصلاحية اللي تدوم من 7 إلى 17 جوان 2017. كما كنتوا تشوفوا تنظيم محكم، حاولنا باش نكونوا يعني على حد معين من الحرفية. تعرفوا مش سهل يعني في المدينة برشا عباد ودخول وخروج والحس اللي موجود، دونك حاولنا نحطوا يعني التقنيات الكل اللي عندنا، ليزيفور الكل، المجهودات الكل نتاع ايكيب كاملة، وباش ان شاء الله يعني نخرجوا مهرجان في احلى واحلى صورة.